مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة وسيارة جديدة وهميزة جديدة. إذا سيارة اليوم كما كتشوفوا على الشاشة من العملاق الفرنسي بيجو، وبالضبط مع 308 الجديدة 2024 اللي كتشوفوها على الشاشة. إذا الحلقة اليوم غادي نهضروا على ديزاين جديد، على الموتوريزاسيون الجديدة وعلى الأثمنة الجديدة ديال 308. بقاو معنا نهاية الفيديو. إذا كنت أول مرة كتشوفونا في هذه قناة متخصصة في عالم السيارات والمحركات، اللي مهتم بهذا العالم هذا ما عليه إلا يشترك معنا في القناة، نوصلو كل جديد. كل مرة كنشوفوا حاجة جديدة كنديروا عليها فيديو. إذا كان عندكم شي تساؤل أو تعليق أو بغيتوا نديروا شي فيديو على شي سيارة، ما عليكم إلا تخليو لنا في التعليق أو ترسلوا لنا عبر البريد الإلكتروني أو عبر الواتساب. اذا مرحبا بكم في قناه كار ماروك، سواء على منصه يوتيوب او فيسبوك. اذا مرحبا بالجميع، ونبداو على بركه الله مع سياره اليوم اللي هي البيجو 308 الجديده. اذا كما كتشوفوا على الشاشه، فالفرق ما بين القديمه والجديده من ناحيه الديزاين ما كاينش اختلاف كثير، من غير يعني علامات نتاع البيجو الجديده، وكذلك ثلاثة ديال لي فو لومينو لتحت اوليو ديال الوحدة اللي كانت غير وحدة اللي كتدل على مخالب الأسد. كتعرفوا أن البيجو عندها يعني السينيفيكاسيون ديال الأسد. إذا مشاهدينا الكرام، من ناحية الديزاين كما قلت لكم لا جديد، يعني ما كانش شي جديد كثير، من غير يعني بعض يعني الأمور اللي بسيطة اللي ولات جديدة. ولكن الجديد كما كتشوفوا على الشاشة ليس في الديزاين، وإنما في المحرك. المحرك اليوم بات محرك إبريد هجين، واللي غادي نتكلموا عليه بالديتاي ديال هذا المحرك الجديد لي 308. كما كتعرفوا أن الكل الآن كيتحول الإبريد، يعني الديزل كما قلت لكم في حلقة سابقة، نهاية الديزل 2024 راها تقريبا نهاية الديزل 2025 غادي نشوفوا غير الإبريد في عالم السيارات. إذا البيجو 308 هذه القديمة اللي كما كتشوفوها، الجديدة غادي نشوفوها بعد لحظات. وأول حاجة غادي نشوفوا هي المتحرك إبريد ديال 308 الجديدة. إذا الموتوريزاسيون إيسونس مع الضوء، موتور إيسونس اللي 1.2، محرك 1 لتر 2 اللي كيجينا إيسونس و إبريد، سبعة أحصنة جبائية، وكي ديفلوبي 136 دخيل. كيجينا 4 سلندر و 230 نيوتن متر في الكوبل ماكسي ديالها. أما البواط كتجي بواط أوتوماتيك، ستة سرعات، ستة ديال لي رابور. باليتو فولون كاين في لي فيرسيون كاملين، والسيارة عندها واحد الكونسوماسيون مويان ديال 6%، واللي كتجينا واحد التسارع من 0 حتى 100 كيلومتر كديرها لنا في 10 ديال لي سكوند. هذا عن المحرك. وذكر ان السياره جات في ثلاثه ديال لي فيرسيون، لونطري دكام الالور، موين دكام جي تي، وكاينه العمره الفرقعه كما نقولوا، فهي جي تي ميسترال الجديده. اذا غادي نشوفوا الفرق بيناتهم على الشاشه. يعني كتشوفوا الجيل القديم ديال 308، ودابا الجيل الحالي او الجديد ديال 308. نبقاو على مستوى يعني الفرق ما بين لي 3 فيرسيون اللي ذكرنا، الالور والجي تي والجي تي ميسترال. اذا ف كيجيو كاملين في لي زوبسيون ديال سيكوريتي بحال 6 ديال لي زرباك، لابي اس، لاسيستين، اوتي باتيناج، لو اس بي، اوتي ديماراج، ليد دو ديماراج سيغ لو كوت، لي مود دو كوندويتر، ثلاثه ديال لي مود، مود سبور، مود طبعا الاقتصادي ليكو، والمود النورمال، كذلك ديتيكتور فاتيك، فرانشيز مودولين الى خرجت لا لين كتنبهك، ديتيكتور سوكو فلاش شي تصير الرويضه نقصات كتنبهك، كذلك سيستم ايزوفيكس ديال الاطفال واللي فار اونتوبريال. هادو هما لي زوبسيون اللي كيجيو يعني في لي 3 فيرسيون. بالنسبه للكليماتيزاسيون، فالكليماتيزاسيون كتجي بيزون في لي فيرسيون كاملين، افيك اورديناتور دو بور، سيستم ستار اند ستوب، وريغولاتور دو فيتيس. بالنسبه للاولى ما فيهاش ديتيكتور بلوي، ما فيهاش لاليماج اوتوماتيك اللي فار اللي كاينه في الجي تي والجي تي ميسترال. الفرانه ما الكتريك في لي فيرسيون كاملين، ليكرون تاكتيل في لي فيرسيون كاملين، والكوكبيت ديجيتال في لي فيرسيون
كاملين. الكاميرا دو ريكول بيان سور في لي فيرسيون كاملين، كذلك لو كوموند دو فولون تا هما في لي فيرسيون كاملين، لي فيتر الكتريك ولي روتروفيزور الكتريك ولي روتروفيزور رابطابل في لي فيرسيون كاملين، لو هايون الكتريك ولا الكفر الكتريك تا هو كاين غير في الوسطانيه اللي هي جي تي وجي تي ميسترال هما اللي فيهم الكفر الكتريك الاولى ما فيهاش. دي باراج بوطون اولا المال ليبر كاينين في لي فيرسيون كاملين. السياج الكتريك كاينه في الجي تي ميسترال في العمره كاع الكونديكتور والباساجي لي سياج الكتريك، كاين النافيكاتور جي بي اس في لي فيرسيون كاملين، الابل كار لوندريد اوتو بيان سور في لي فيرسيون كاملين، شارجور بار اندكسيون ولا شارجور سون فيل في لي فيرسيون كاملين. بالنسبه لي جونت كتجيب لي جونت 19 بوس في لي فيرسيون كاملين، والسالري تيسي في لا فيرسيون الاولى الالور والجي تي، اما جي تي ميسترال فكتجيب سالري كوير، لو فولون كوير في لي فيرسيون كاملين، لوميير دومبيونس في لي فيرسيون كاملين كذلك، وهذا شيء ممتاز. يعني السياره واخا يعني كتلقى الخاويه فيها يعني شي حوايج زوينين، لي فو دو جور لي فو دو جور ليد ولي فار فول ليد، والطوا عادي في لا فيرسيون الاولى. اذا كما قلت لكم في الطوا العادي في الفيرسيون الاولى، اما الفيرسيون الثانيه اللي هي جي تي جي تي ميسترال فكيجي طوا اوفرون بانوراميك، وكيجيبوا كذلك لي باردو طوا في لي فيرسيون بثلاثه كاملين، ولي فيتر تانتي الكتريك في لي فيرسيون كاملين. اذا كان هذا باختصار جميع يعني لي زوبسيون اللي كاينين في هذه السياره 3008 بيجو 3008 الجديده. كتبوا لنا في التعليق الى عجبتكم السياره ولا كان عندكم شي ملحوظه. تكلمنا على يعني لي فيرسيون وتكلمنا على لي زوبسيون وعلى الديزاين. بقات اخر فقره اللي هي الاثمنه، الاثمنه ديال السياره كتبدي بالنسبه للالور 38 مليون، بالنسبه للجي تي كتوصل ل 44 مليون، اما الميسترال فكتوصل حتى ل 49 مليون بدون مصاريف الصباغه اللامعه والبطاقه الرماديه. هذه الاثمنه ديال السياره، قولوا لنا في التعليق كي جاتكم السياره والاثمنه ديالها، وانا غادي نجاوبكم بطبيعه الحال. الا كان عندكم شي تساؤل اخر مرحبا بالجميع، الا بغيتو ندير لكم شي سياره اخرى في حلقه قادمه مرحبا بالجميع كذلك. كان معكم في تقديم خالد ابو ملك من قناتكم سياره المغرب، نتمنى الحلقه تكون عجبتكم، الا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجوها مع الاحباب والاصدقاء باش يوصلكم كل جديد في عالم السيارات. اذا الى هنا تنتهي حلقه اليوم، في انتظار الحلقه المقبله الجمعه المقبله ان شاء الله. الى ذلك الحين اطيب المنى، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.